ومعنا من أسوان مراسل أون تي في لايف إبراهيم عزت. أهلا بك إبراهيم. في البداية، ما هي أصداء هذه الجلسة النقاشية الأخيرة للرئيس السيسي مع عدد من الشباب اليوم في أسوان؟ كيف تراها؟ نعم، تحياتي جمانة من جديد، ورحب بكم من هنا من شوارع أسوان. بالفعل منذ قليل أنهى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة نقاشية دارت ما بين سيادته وما بين مجموعة من الشباب المشاركين في المؤتمر الشهري للشباب هنا في مدينة أسوان، وأيضا بحضور المهندس شريف إسماعيل وعدد كبير من السادة الوزراء. تحدث سيادة الرئيس في العديد من الملفات، وجاءت لإيضاح بعض المشروعات التي تقوم بها البلاد في هذه الأثناء فيما يخص القطاع الكهربائي، وأيضا الدولة تعمل على وجود 4 مدن رئيسية، هكذا جاء بعض من تصريحات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا. يوم جمانة مليء بالتفاصيل، مليء بالمتابعات من صباح اليوم، حينما استبق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل افتتاح المؤتمر وبصحبة عدد من الشباب المشاركين في المؤتمر وعلى إحدى المراكب النيلية بجولة نيلية هنا من مياه نهر النيل في محافظة أسوان، على مركب تحديدا تسمى إيزيس مصر 2. هذه المركب الذي اصطحب فيها سيادة الرئيس مجموعة من الشباب، وأيضا كان حوله 12 مركبا آخر كموكبا لسيادته أيضا قبيل الافتتاح. بعد ذلك افتتح الرئيس وأعطى إشارة البدء هنا في المؤتمر على أن ينتهي اليوم الأول بالجلسة النقاشية الذي قام بها سيادة الرئيس هنا في أسوان منذ قليل. وغدا إن شاء الله سيستأنف المؤتمر في يومه الثاني والأخير قبيل الختام. دعيني أتحدث لك بصورة عامة حول أهم ما سيتضمنه اليوم غدا إن شاء الله هنا في المؤتمر. سيتضمن هناك 4 جلسات رئيسية. الجلسة الأولى يتحدث خلالها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي تحمل عنوان الصعيد ما بين التحديات وأفاق التنمية رؤية شبابية. المهندس شريف إسماعيل سيتحدث في هذه الجلسة، وأيضا بصحبة وزيرة الاستثمار دكتور داليا قرشد، وأيضا هناك نائبين 2 من محافظات الصعيد سيكونوا معا هنا في أسوان في الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر. وأيضا تأتي بعد ذلك جلسة أخرى بعنوان مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هنا للصعيد، والذي سيتحدث خلالها محافظو أسيوط وأسوان والمنيا. وأخيرا أيضا سيكون هناك جلسة أخرى بعنوان المشاركة السياسية وانتخابات المحليات، وسيتحدث في هذه الجلسة السيد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، والمتواجد هنا برفقة عدد من السادة النواب. إبراهيم عزت، كنت معنا من أسوان، وكان لديك الكثير والكثير من التفاصيل حول هذه الجلسة النقاشية. أشكرك.